جن قلت لها شو ما عارف شو تقولها يعني بعد صفت شنتنا انت نجحت الفنانة السورية أصالة نصري أن تكون حديث الجمهور ومواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار خبر زواجها من الشاعر العراقي فايق حسن مدير أعمال المطرب العراقي ماجد المهندس بعد تأكيد الزواج رسميا وانتشار العديد من الصور والفيديوهات على السوشيال ميديا. وقد انهالت التهاني والمباركات على المطربة أصالة بعد انتشار الصور والفيديوهات احتفالا بزيجتها الرابعة بعد انفصالها عن النائب المصري أحمد عبد المجيد منذ فترة. وقد أكدت الإعلامية الكويتية مي العيدان خبر الزواج حيث نشرت صورة مجمعة في إطار واحد تجمع المطربة أصالة وزوجها الجديد عبر حسابها على انستغرام، ثم علقت وقالت: زواج الفنانة أصالة نصري من الشاعر العراقي فائق حسن مدير أعمال ماجد المهندس، ألف مبروك الزواج للمرة الرابعة. وقد تزوجت الفنانة أصالة نصري 3 مرات، الأولى من المنتجة السورية أيمن الذهبي وأنجبت منه ابنتهما شام في عام 1992 وابنهما خالد في عام 1998. وقد استمر زواجهما لمدة 15 عام وكانت حياتهما مليئة بالمشاكل والخلافات الزوجية ليتم على إثرها الطلاق في عام 2005. وقد تم تبادل الاتهامات بينهما عبر وسائل الإعلام، وبعد انفصال رسميا تبادل الطرفين الإهانات حتى كشفت الفنانة أصالة في لقاء تلفزيوني السبب الحقيقي وراء انفصالهما وهو تعرضها للخيانة. كما خرج أيضا أيمن الذهبي عن صمته وكشف عن أن أصالة كانت على علاقة بالمخرج طارق العريان قبل انفصالهما، مؤكدا أن طارق العريان طعنه في ظهره ولكن لم يتهم الفنانة أصالة بخيانته. أما الزيجة الثانية للفنانة أصالة فكانت في عام 2006 من المخرج والمنتج طارق العريان، وقدم زواجهما لمدة 13 عام وأنجبت توأم آدم وعلي في شهر مايو من عام 2011. وقد وصف محبوها الزواج بالثنائية القوي والمثالي بين الزيجات في عالم الفن، لكن يبدو أن الحسد عرف طريقه إليهما وحدثت بينهما خلافات كثيرة وانتشرت أخبار الانفصال على السوشيال ميديا والمواقع المختلفة حتى انفصل الثنائي بالفعل في عام 2020 ورفضت أصالة الإفصاح عن تفاصيل الانفصال. أما الزيجة الثالثة للفنانة أصالة فكانت مدتها 3 شهور فقط من نائب البرلمان المصري أحمد عبد المجيد هذا العام، وحدثت الزيجة في سرية تامة ولم تكشف الفنانة أصالة تفاصيل ارتباطهما أو انفصالهما، ولكن تفاجأ الجمهور حينها بزواجها والانفصال تم باتفاق الطرفين وبكل هدوء. ولكن من اللافت أنه وحتى هذه اللحظة لم تعترف أصالة بهذه العلاقة ولم تعلن عنها لجمهور وأبقتها في الخفاء حتى انفصلت رسميا وبكل هدوء. واليوم تزوجت الفنانة أصالة للمرة الرابعة من الشاعر العراقي فائق حسن، حيث تم الزواج بشكل رسمي دون إعلان التفاصيل أو مشاركة الجمهور، حيث فضلت المطربة أصالة أن تتكتم على التفاصيل وستعلنها في الوقت المناسب من وجهة نظرها. شكرا لكم على حسن المتابعة، ما تنسوش اللايك للفيديو واشتراك في القناة، وإلى لقاء مع فيديو آخر وخبر جديد، والسلام عليكم.